الفرحة كانت بادية على المكرمين في مسابقة الهجار لحفظ القرآن الكريم، أين تم تكريمهم في حفل بهيج احتضنه المسرح البلدي بوسط مدينة طبنراس. يحفظ من القرآن الكريم 35 حزبا، لذلك أنصح التلاميذ ليتعلموا القرآن الكريم ولا يتركوه أبدا. سعيد جدا بهذه المناسبة، وهذه المناسبة لم أحصلها كلام من الفرحة التي لدي من حفظ الكتاب ومن الذين قاموا بهذه المناسبة. المشايخ والأئمة والنشطاء الجمعويون وأعيان المنطقة استحسنوا المبادرة، مطالبين أن تتكرر في كل موسم. مبادرة ممتازة، دعم المواهب ودعم القراء ودعم حافظة القرآن الكريم، وبالتالي دعم الجهود التي يبذلها معلم القرآن الكريم. مبادرة جد ناجحة، وكانت يعني مبادرة قيمة وفي المستوى، وإن شاء الله في الموسم المقبل راح تكون عندها تنظيم آخر. أشكر شروق على حضورها في ختم هذا الحفل نتاع تكريم طلبة القرآن، وأن في شهر القرآن احنا نشكر كل من ساهم في هذا المشروع، اللي إن شاء الله يكون مشروع مستقبل ويكون كل عام إن شاء الله تكون تكرر. المسابقة شارك فيها طلبة من كل بلدية الولاية، والتي انطلقت تصفيتها قبل رمضان بعدة أشهر. هذه المسابقة التي جابت كل بلدية طبنغاسيت في ثلاث فئات: حافظ القرآن كاملا، أحسن مقرئ، وأحسن مؤذن، بالإضافة إلى فئة خاصة لهم ذوي الهمم، وأنظف بلدية أو أنظف حي عفوا للحث على مختلف القيم الإيمانية خلال هذا الشهر الفاضل. بالطبع الأولى ماذا بين الجايات تكون أحسن من هذه الأولى، تكون الجاية ما عليها ما نكرموش كل كما حافظ نتاع ولاية طبنغاسيت، ما تكونش إلا الحفظة كما يقول، ما تكونش مسابقة، تكون ديريكت نكرموا الحفظة نتاع طبنغاسيت. للإشارة سجلت ولاية طبنراس هذه السنة حفظ أكثر من 500 طالب لكتاب الله من مختلف الفئات العمرية، وذلك راجع لافتتاح العديد من المدارس القرآنية والزوايا بالهجار بصفة عامة.